السلام عليكم عشاق سامسونج جالاكسي وخصوصا الرائدة الجديدة القادم والوحش وحش سامسونج جالاكسي اس 23 الترا. إليكم أعزائي الكرام المواصفات وكل شيء في هذا الفيديو، ولكن قبل بدء أتمنى منكم دعم القناة بقوة لكي نصل بسرعة 100 ألف مشترك. فضلا منكم وليس أمرا بالضغط على زر الاشتراك، فعل زر الجرس واختر الكل وتوت وآل، ولا تنسى دعم القناة ماديا عبر الضغط على زر تشكرات ميرسي أو تانكس. تابعوا الفيديو حتى النهاية. كشف حساب وان ليكس او ليكس الشهير على تويتر في تغريدة عاسعة بطارية هاتف سامسونج جالاكسي اس 23 الترا قبل اطلاقه وبعض المواصفات. بحسب المصدر يشير التسريب الى ان سامسونج جالاكسي اس 23 الترا سيحتوي على بطارية بسعة كبيرة تصل الى 5000 ميلي امبير في الساعة، واذا صدقت هذه التسريبات فهذا يعني بان سامسونج جالاكسي اس 23 الترا سيأتي بنفس سعة بطارية هاتف جالاكسي اس 22 الترا. مواصفات سامسونج جالاكسي اس 23 الترا. وفقا للتسريبات سيأتي جالاكسي اس 23 الترا مع مستشعر سامسونج ايزوسيل بدقة 200 ميجا بيكسل الجديد كليا للكاميرا الرئيسية، التي من المتوقع ان تتميز بمستشعر 1.3x1 انش وحجم بيكسل 0.6 ميكرومتر مع فتحة عدسة 1.7 في الامام. ومن المتوقع ايضا ان يتم اعادة المنظار بدقة 10 ميجا بيكسل من جالاكسي اس 22 الترا العام الماضي، وستحتوي الواجهة الأمامية على شاشة أموليد أو دايناميك أموليد مقاس 6-8 إنش بدقة 3880x1440 بيكسل ومستشعر بصمة أسرع يغطي مساحة المسح سوف تكون أكبر. كانت هذه بعض المواصفات والتفاصيل حول الوحش القادم سامسونج جالاكسي اس 23 الترا. أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم. لا تنسوا دعم القناة بقوة لكي نصل بسرعة ل 100 ألف مشترك. فضلا منكم وليس أمرا بالضغط على زر الاشتراك وفعل زر الجرس واختر الكل وتوت وآل، وأيضا إذا أردتم دعم القناة ماديا عبر الضغط على زر تشكرات ميرسي أو تانكس. نشوفكم فيديو قادم إن شاء الله. أحبكم في الله، مع السلامة.